السلام عليكم، اهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا الكل يعرف ان عندي لابتوب من ابل، شريته في 2012، نهاية 2012 تقريبا. اول جهاز من ابل صوتها باسم الماك بوك برو وذ ريتنا ديسبلاي، شريته باع الاسبكت على شيء شريته تقريبا كلفني 14500 ريال. المهم ما علي من الاشياء دي كلها. بعد هالفترة من 2012 الين 2019 كذا مرة فتحت اللابتوب، يعني خصوصا اني كنت في السعودية ذيك الفترة في دول الخليج، معروف الغبار اللي يجي فلازم يخش داخل اللابتوب. فهنا النصايح اللي بقولها لكم الحين، مش لازم جهاز ماك بوك، اي لابتوب عندك، اي كمبيوتر لازم تسوي الاشياء دي. انه بعد سنة او سنتين خصوصا جاك غبار وشفت الجهاز قام يصير ثقيل، طبعا غير السوفتوير انك بتفرمت بتعدل اشياء، فيروسات يمكن خصوصا في الويندوز، اشياء ثانية برضو تخلي الجهاز يقل اداءه. اول حاجة تفتح الجهاز تنظف المراوح، تشوف الغبار اللي داخل. بعد فترة في مادة محطوطة على، مشكلة اني شلتها، مادة محطوطة على المعالج. المعالج في مراوح في الكمبيوتر او في اللابتوب، في مراوح وفي زي الهيت سينكس ذا يكون مركب على المعالج والجي بي يو برضو. في مادة بينهم، المادة دي محطوطة زي العجين او زي المعجون، محطوطة بعصرة تحطها. المادة هذه بعد فترة لازم تنشف خلاص تقل كفاءتها. دي المادة لازم تكون ممتازة علشان تبرد على المعالج. فنزلت لكم برنامج انتل لحق بن الجهاز حقي، انتل حق الحرارة، شوف يقيس الحرارة حق المعالج. فتفاجأت ان المعالج حقي ثابت على 90 تقريبا، 80 ينزل، يعني اكثر شيء شفت تقريبا، اقل شيء شفته تقريبا في السبعينات. يوم جيت بسوي قلت خلاص خل اجرب اختبر الجهاز، طلعت برا صورت فيديو 4K 60 فريم في الثانية، صورته في 3 دقائق، قلت خلي اسوي اخراج له، حطيته وسويت الاخراج. تفاجأت اني يوم جيت اسوي الاخراج، اول ما اشتغل الرندر بيسوي الاكسبورت، بيطلع طلع الفيديو، بدأ المعالج اوكي على 80 تقريبا، شوي اللي صعد لين 100، فجأة كذا وصل 100 المعالج. فخلاص الحين لازم يقل اداء المعالج، الكمبيوتر تلقائي يسوي له تقليل اداء المعالج عشان ينزل الحراره. نزلت الحراره لين 92 اوكي، ثبتت على 92 لين سوى اخراج اوكي. قلت 92 هل اقدر اسوي شيء زياده افضل؟ فتحت الجهاز، انا عارف ان الجهاز حقي فوق 8 سنوات، يعني متوه من 2012، احنا في 2000 بنخش 2020. فقلت اوكي، شريت العصره وكل شيء، فتحت الجهاز. طبعا سويت حركه، دخلت بالكمبيوتر، طبعا تقدر تصور اللابتوب حقك، دخلت الكمبيوتر، انا كتبت عند اللابتوب حقي وشفتها من الداخل وجبت صوره وحطيتها في الايباد، يعني خلاص حفظت الصوره وسجلت ارقام عندي هنا. الارقام هذه لحق البلوط او السكاريب او المسامير حق الجهاز من داخل، حطيتهم هنا ورقمتهم على نفس الشاشه. فتحت المعالج او فتحت السينك ذا اللي فوق، فتحت برضه المروحه لان المروحه عندي واحده فيها صوت، فنظفتها ونظفت كل شيء، يعني نظفت الجهاز من داخل. بيزت المادة، المادة تقدر تبيزها بالأشياء كثيرة موجودة، معقم بالأي شيء، يعني منظف يعني خفيف تقدر تروحه، معقم هنا موجود الكحول برضه تقدر تبيزها تنظفها، فالأشياء التنظيف خفيفة. المهم أنها تنظف المعالج والجي بي يو، يعني السي بي يو والجي بي يو والحديدة برضه نفس النحاس تنظفها. بعد ما تنظفهم كلهم تجيب العصرة نفسها ذي تشتريها، ممكن اتوقع ان محلات الكمبيوتر موجودين 100%، يعني مثلا الاشخاص اللي يركبون كمبيوترات البي سي خصوصا في الاماكن دي، اللي بتشتري المعالج بتشتري الجرافيكس كارد بتشتري البي سي الصندوق نفسه، لازم تقدر تقول لهم العصره دي ثيرمال بيست تقريبا اسمها، تشتريها في انواع، في فئات محدده، في غوريلا ما ادري ايش اسمها، غوريلا او غريزلي او شيء، ففي انواع كثيره. شريت انا واحده، شفتها ريكومندد في امازون وشريتها. حطيت العصر وحطيت كل شيء وركبت كل شيء وضبط كل شيء وسكرت، رجعت بالارقام وركبت المسامير وسكرت كل شيء، فتحت وقلت يلا ارجع اسوي نفس الفيديو اللي هو 4K 60 فريم اللي هو 3 دقائق، اسوي الاكسبورت مره ثانيه واشوف. فتحته بدا 100 اوكي، بس شوي نزل وصل 97. حلو 97 حلو، يعني لو انه في مشاكل في الجهاز او انه مشاكل من نفس يعني الحرارة انه ما تقدر تنزل او الجهاز راح يقلل الاداء، راح يقللها وصلها 92 97 وخلاص، لكن شوف شوي نزل اكثر
المراوح كذا فجأة قامت تشتغل، ووصل الجهاز حق وصل 97 بعدين 98 بعدين 97 بهالحد، لكن يشوف النص شفت له 85 وصل. أنا استغربت 85 وقاعد يسوي إخراج برضو حرارة السي بي يو 85 شيء ممتاز بقوة. شوي الأيام خلص بعد تقريبا نقول 8 دقائق تقريبا بس خلص صار 67. أنا 67 ما عمري شفته بلابتوبي، خصوصا في الآخر سنة أو سنتين، لأن الجهاز حرارة عالية من الداخل، وأحس فيه لو حطه على يعني على اللاب حقي تحس بحرارة الجهاز من نفسه. الحين قلت خلاص خلي أترك الجهاز وخليه كذا في الجم وأشيك، مستغرب إنه 55 56 57 55 يرجع يعني في الحدود. فحرارة الجهاز الحين هو طافي بدون أي شيء ما وصلت فيها دي الحركة، ما من زمان ما شفت حرارة الجهاز إنها تكون كذا. فأنصح مثل ما قلت لكم، أنصح أي شخص عنده جهاز لابتوب عنده جهاز بي سي يسوي الحركة إنه يفتح الجهاز حقه، لكن ماني مسؤول، بس تفتحه أنت المسؤول عن كل شيء. افتح في اليوتيوب اكتب الجهاز حقك واكتب طريقة فتح السي بي يو فتح هذه المادة وتشوف فيديوهات وتطبق عليها وتمشي، ماني مسؤول. الأفضل إنك تروح حق شخص مختص ويسوي لك هذا الشيء، فراح تحس بفرق 100% راح تحس بفرق. لكن إذا كنت لا قاعد أفتح يعني أول ما شغل الجهاز والجهاز مراوح تشتغل وكل شيء، يمكن يعتبر فيروسات أو شيء. كان أكلمك عن حرارة الجهاز، إن أنا عارف لابتوبي ما في فيروسات ما في أي شيء، يعني جهاز قوي وشغال ممتاز، لكن الحرارة خلاص يعني بعد كم 8 سنوات الحين وصل بتخش في 9 سنوات، لازم المادة ذي لها عمر، وكان ما عدي حتى 5 سنوات لازم أغيرها. فمثل ما قلت لكم ما راح يضر أي شخص يعني بعد 4 سنوات 5 سنوات يفتح، إذا كان يعرف ذا الشيء يفتح الجهاز حقه ينظفه الغبار هذا. أوكي ما تبي تغير المعالج، ما تبي قصدي ما تبي تغير المادة ذي، يفتح الجهاز ونظفه، نظف المراوح، نظف الأماكن الشبك اللي طلع من الهواء وكل شيء، نظف ذا الشيء عشان جهازك يرجع أداءه. والسي بي يو بعد 4 سنوات 5 سنوات أنصحك تغير المادة ذي إذا كان تبي جهازك يرجع أداءه ويرجع، لأن شيء طبيعي الجهاز إذا وصل فوق 99 أو 100 تلقائي اللابتوب راح يقلل أداء ومع ما راح تشتغل عشان ينزل الحرارة ولا بينفجر اللابتوب، فلا قدر الله ينفجر، فشي سيفتي إنه ينزل أداء المعالج. بس هذا الفيديو هذا كل شيء، بس حبيت أشارككم الشيء اللي سويته. فخلاص الحين وصل عندي 54 حرارة اللابتوب، يعني كده شيء صد يعني ما توقعت إنه بوصل هذا الشيء. فالحين ثابت يعتبر كذا ثابت على يعني هو 54 كذا الحين ثابت على 60، كاتب لي في الخط إنه ما يرقى ولا ينزل، يعني ثابت على تحت 60 بشوي، حركة حلوة. بس إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإذا فاتكم الفيديو ففي المستقبل 100% لازم تسوون ذا الشيء إذا كان عندكم لابتوب. لا تنسون فاضل دعاكم والاشتراك في القناة ونشر المقطع، عمل لايك ونشر المقطع لحق أشخاص اللي ممكن راح يستفيدون من الشيء. السلام عليكم.